اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما ندخل كده في الغريب بقى ونشوف الاعلام التخيلي وصناعه الوهم، خليني اقول لكم في التطمين على دفتر الاحوال الاهلاويه. النهارده بيتسو موسيماني اختار قائمه الفريق اللي دخلت الليله دي معسكر استعدادا لمباراه الغد، بكره مباراه الساعه 7:30 مساء الثلاث مع الانتاج الحربي. الاهلي في الصداره بال 13 نقطه والانتاج في المركز ال 16 باربع نقاط. القائمه اللي اختارها مستر بيتسو موسيماني فيها محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعه وسعد سمير وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وايمن اشرف وبدر بنون واليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشه وعلي معلول وولتر بواليا واكرم توفيق ومحمد هاني. عوده محمد هاني بعد شفائه، كما ان الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق بيطمن الناس على الحاله او المسحه السلبيه لكل لاعبي النادي الاهلي اللي خضعوا لها، وايضا يمكن اخر حاجه كانت المسحه الخاصه بمروان محسن والحمد لله ثبتت هي ايضا سلبيه. ده ما يخص لاعبه الاهلي واستعدادهم لمباراه الانتاج الحربي اللي هتكون باذن الله تعالى في الاسبوع السابع الساعه 7:30.